اولا يعني نحن نقف هنا على الجدار الفصل العنصري الساتر الترابي الذي تفاجأنا في عام 2002. احنا اولا جنوبا نحن نرى هنا مدينة الاثرياء، مدينة قيصاريا، وشمالا هنا افقر بلدة عربية موجودة في قلب البلاد وهي قرية جسر الزرقاء، القرية العربية الوحيدة الباقية بعد النكبة 1948 على شاطئ فلسطين التاريخي. أنا ابن 44 سنة، أنا متزوج عندي 8 أولاد، ومصدر رزقي أني صياد سمك. ترثت هاي صيد السمك من والدي، والدي كان صياد سمك وسيدي كمان كان صياد سمك، يعني من الجد للأب للابن. هنا نراه يعني تجسد في قلب، نحن نتواجد يعني في قلب إسرائيل بين حيفا ويافا، وهنا في قلب إسرائيل في مركز البلاد يعني نرى فصلا عنصريا يتجلى هنا ويتجسد بين بلد عربي وبلد يهودي. فبالتالي هو الادعاء هو السبب الأساسي والاقتصادي أولا، ولكن في جوهر هذا السبب تكمن يعني السبب العنصري. بالتالي يعني الجدار بني على أساس عنصري، لو كان هنا بلدة أو مدينة يهودية متطورة وليس كقرية جسر الزرقاء عبارة عن مخيم لاجئين وعن حي يعني فقير جدا يعاني من أوضاع اجتماعية اقتصادية صعبة جدا، متردي يعني يعاني من سياسة إجحاف وتمييز ومهمش، فلو كان هنالك غير جسر الزرقاء لما رأينا هذا الجدار اليوم موجود هنا. ومدبرين حن، لا بدنا سيارة مثلا آخر موديل، ولا بدي فيلا، ولا بدي كل الأشياء هاي. أنا عايش ساتر بيتي، مطعم أولادي، مشتري لهم الكتب، مدبر البيت الحمد لله، مستكفي، بديش أكثر من هيك. أنا اليوم أولادي ببني عليهم أنهم يتعلموا في الجامعة، يا يتعلموا محاماة، يا يتعلموا اللي بدهم إياه، دكتور، اللي بدهم إياه. أما أن يكونوا صياد أنا ما بديش، لأنه ما فيش بالبحر شيء وما فيش شركان على البحر. أما إحنا يعني كصيادين يعني كأنا مثلا، أنا ابن 44 سنة، أنا بقدرش أتخلى عن الصيد، يعني أنا بدي أكمل عمري في البحر، مش راح أغيره يعني، ما قدرش. جربت أشتغل بمحلات ثانية ما قدرتش، بغيب وأرجع وأرجع للبحر. بس أنا بدي أعلم أولادي إشي ثاني. أنا كنت أروح على كيسارية بالحصان وفي الحمار بنصيد سمك، وكان السواح بيوقفوني بيتصوروا معي على العرباي وبيعطوني دولارهم، بيعطوني دولارهم، يعني حتى أنا هاي الفرحة عمري ما بنساها. وأنا صغير معي دولار، بروح على أبوي على أمي بقول لهم ما معي دولارات، منين لك؟ أقول لها يا أمي أعطوني السياح من أمريكا، أعطوني وأنا رايح على كيسارية. كانت الحياة كمان أحلى من حياتي اليوم. أفيش أمل بجسر الزرقاء. الناس اللي موجودين هسا عايشين ولكن أفيش أمل. شو المقصد؟ اليوم سكان جسر الزرقاء إذا عنده مثلا 4-5 أولاد وهو ساكن ببيت، يقول أفيش أرض أشتري لأولادي، أفيش مطرح، إذا بدي أغرب بلاكي بحر، إذا بدي أروح للكبل بلاكي جدار، إذا بدي أروح للشمال بلاقي معقال ميخائيل، إذا بدي أروح للشرق بلاقي بيت خنانية وقفيشة حوف، الشارع الرئيسي مسكر البلد. شوفت كيف تفوت على البلد؟ يعني عيب، يعني هذا الإشي مش مقبول. يعني طلع البلد قديش كبيرة وتفوت عليها من 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 مدخل تبع بعيد عنك، هذا المدخل كان مش للناس. على فكرة أنا بعرف، أنا قعدت مع سيدي ذيب العلي كثير، كانوا يعطونا الأستاذ مسائل وظيفية وقالولنا أقعد مع سيدك خليه خرفك شو كان قبل 100 سنة. شو كان بكل سيدي؟ كان كل هذا أول ما بلشوا يصاوم بالشارع الرئيسي عملولنا أيام كان نمرك في الجمال مش للبن آدمين، كان الجمال والأغنام والمواشي.
إسرائيل لن تتغير ولن تغير من سياستها اتجاه المواطن العربي في البلاد وإذا كان في الضفة الغربية وفي غزة، فهي ما زالت في يعني تمارس وتنتهج سياسة الجيتوات وسياسة الحصار. يعني نحن محاصرون جغرافيا من أربع جهات، البحر من الغرب، من الشرق الشارع السريع حيفا يافا، من الجنوب الجدار الفصل العنصري، ومن الشمال هناك المحمية الطبيعية وكيبوتس معجان ميخائيل. فبالتالي الأمر الذي نحتاج إليه لمجابهة سياسة الفصل العنصري، سياسة إسرائيل المتطرفة والمشروع الصهيوني بشكل عام، هو الضغط الدولي والضغط المجتمع الدولي يعني على إسرائيل. يجب أن يعني إسرائيل يجب عليها أن تحاصر سياسيا، يجب أن تحاصر اقتصاديا، يجب أن يكون هناك ضغط دولي عليها من كافة الدول، ومن كذلك من أمريكا ومن دول أخرى وليس فقط من أوروبا. اليوم في أمل، بس الأمل بده مساعده.